اهلا بيكم. بعد الفاصل افكركم احنا النهارده بنعمل وصفات بالبرقوق. انا عملت بالبرقوق نوع من المربى، احط تقريبا على كيلو برقوق متقطع المكعبات صغيره، تقريبا 30 كوب سكر، وحليته على النار لفتره طويله جدا. الاول البرقوق بيدي عصير، وهتكون العصير هينزل في الحله بتاعتنا مع سكر وهيبتدي يغلي، فده هياخد فتره طويله على الاقل يعني 40 50 دقيقه، واحنا هنقفل الحله بتاعتنا بالغطا وكل شويه هنشيك عليه على النار هاديه ولغايه هنشوف السوائل راحوا وخلاص. ممكن واحنا بنقلب البرقوق ما نشوفش السوائل الا كتير الا شويه. بعد كده هنبرد المربى بتاعتنا وهنضربها في الخلاط، وهتكون هيبقى شكل بيوريه كده، تمام. فاحنا هنعمل وصفه كمان، وصفه سهله جدا بس طعمها حلوه جدا جدا جدا، وكمان شكلها ان شاء الله هتعجبكم. انا هبتدي بالحمام البخار. عندي هنا 200 جرام من من شوكولاته بيضه، وعندي كمان 40 جرام من زبده، فاحنا هنسيح شوكولاته مع الزبده، وكمان احنا هنبتدي نعمل العجينه اللي احنا هنستخدمها في الوصفه بتاعتنا. عندي هنا زبده 100 جرام، فهنحط الزبده في العجين، تمام. وكمان هنزود على الزبده 50 جرام بس من السكر، وهندي تعليبة. بعد كده هنزود بيضة واحدة، على الحليب بتاعنا، وهنزود كمان 200 جرام من الدقيق عادي، وهندي تعليبة لمكوناتنا. وبرده قبل الحليب بتاعنا بتتعمل احنا هندي تعليبة للشوكولاتة بيضة بتاعتنا مع زبدة عشان نساعدها تسيح، تمام. كمان عشان الحليب بتاعنا يبقى ياخد السمك معين، احنا هنزود هنا تقريبا معلقه او معلقتين من لبن جوز هند. بعد كده هنحضر صينية. انا احترت الصينية مربعة وحطيت فيها ورقة الزبدة عشان بعد كده الوصفة بتاعتنا هنعرف نطلعها بسهولة من الصينية. وهناخد معانا حليب، هنحط العجينة بتاعتنا في الصينية، وهنفرد العجينة بتاعتنا في الفورمة، تمام. اهي فردنا العجينة بالطريقة دي عشان بعد كده هنحط عليها صف المربى. هوريكم ازاي، بس هنشوف الشوكولاته على حمام البخار.
اهي بقيت ساحت، فاحنا ممكن نطفي النار ونسيب الشوكولاتة تريح شوية اهي. دلوقتي هنسيب الشوكولاتة تريح شوية، هنستخدمها كمان شوية. هناخد معانا تقريبا تلتين كوب او ممكن اكتر شوية، او ممكن كوب من المربى اللي انا عاملاها، هنحطها على وش العجين اللي احنا فردناها وهنفردها بالطريقة دي كده هوت. تقريبا برضو لازم تكون سمك واحد، فهنفرد عشان تبقى المربى متغطية كل ناحية كل حتة اهي، هتبقى لير احمر فوق العجينة. تمام، هنغطي، هنحاول ما تكونش عندنا في فراغات، فهنحاول نقفل الحتت الفاضية بالمربى، ولو عايزين ممكن تزودوا المربى شوية برضو هتطلع طعمها حلو. هي المربى بتطلع مش مسكرة قوي، فيعني ما تكونش لو حطينا منها تاني هتكون أحلى كمان. فهندخل الصينية بتاعتنا في الفرن لمدة تقريباً 25 دقيقة. احنا محتاجين بس العجينة من تحت تتعمل ونجهزها من تحت، هتكون هي هتبتدي يبقى لونها ذهبي وهنطلعها، هتشوفوا المربى بتاعتنا هتغير اللون، هتكون اغمى شوية بس مش محروقة، هتكون يعني درجة الحمار بتاعتها هتكون زيادة شوية. وبعد ما تطلع الصينية بتاعتنا احنا هنبردها شوية وهنفرد عليها الشوكولاتة البيضة. تمام، وهندخل الشوكولاتة البيضة بكل الصفوف بتاعنا في التلاجة، وبعد ما مثلا تقعد في التلاجة نقول يعني كام ساعة، ساعتين مثلا، تطلع كده. فزي ما انتوا شايفين عندي هنا ورقة الزبدة، لو شلتها هتكون عاملة كده. فاحنا هنقطع الأول، هنشيل الجناب، هناكلهم برضو بس يعني عشان الشكل الجمالي احنا هنشيل الجناب. كده تمام، وبعد كده هنقطع المربع بتاعتنا الأول كده، وبعد كده هنقطع القطعاتنا برضو على التلاتة. تمام، وهناخد طبقة تعدين وهنقطع مربعات بتاعتنا مثلثات برضو. عايزاكوا تشوفوا، في عندي هنا الوان جميله قوي، تحت في لون العجينه هو بيج شويه، وبعد كده في صف المربى، وبعد كده في شوكولاته بيضه، فاكيد النوع من الحلو ده هتعجب للكبار وللاولاد، حاجة جميلة قوي وطعم جديد. يعني احنا في مصر ما بنستخدمش البرقوق كتير. تمام، فانا عايزاكو تبتدوا تستخدموا برقوق، ونحط البرقوق في وصفاتنا. فبرضو لو عايزين انتم ممكن تعطوا الجاتو او النوع الحلو ده بالطريقة اللي تريحكو، بس انا احترت اقطعها مثلثات كده. تمام، ف
كده احنا عملنا وصفتين بالبرقوق الاحمر. احنا عملنا المربى الاول، وبعد كده دخلنا المربى بتاعتنا في الوصفات، عملنا بيهم بالمربى البسكوت بالعين جمل، وكمان عملنا نوع من حلو بالشوكولاتة البيضة. بالهنا والشفا، واحنا هنشوف بعض ان شاء الله في الحلقة الجديدة في البرنامج في الفرن مع فالنتينا.